معاكم آلاء أشرف، تكنيكال من تراك الميكانيكال، فريق معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية أزكس 21. إن شاء الله بإذن الله هكون معاكم في الجزء الخاص بشرح المحركات والتحكم فيها والسنسورز وبرمجتها. في البداية في سؤال بيسأله، هو ليه أصلا إحنا بنستخدم المحركات، أو المحركات دي أنا بستخدمها في إيه؟ وعشان نجاوب السؤال ده هنعمل ريفيجن سريع كده اللي أخدناه قبل كده في الدبلومة. إحنا أخدنا إيه هي الروبوتات، عرفنا هي إيه أصلا، وعرفنا أنواعها، وعرفنا إن أنواعها هي موبل روبوت، ودي الروبوتات اللي بتتحرك من مكان لمكان، وعرفنا المانيبيوليتر روبوت، ودي الروبوتات الثابتة في مكانها. بس المانيبيوليتر روبوت بيبقى ليها حاجة اسمها الروبوتك سيستم، دي أنا بحدده ليها، وكمان عرفنا الماتيريال المستخدمة في صناعة الروبوت أو عمل الروبوت، وكمان عرفنا الحسابات بتاعة العزوم والباور ترانسميشن وأنواعها، وإزاي نحسب العزوم بتاعة الباور ترانسميشن. الروبوتات دي سواء ان هي كانت موبل روبوت بتتحرك من مكان لمكان، او مانيبيوليتر الروبوت بيتحرك في مكانه، فبتحتاج حاجه ان هي تحركها، والحاجه اللي بتحركها دي بيبقى اسمها المحركات. طيب ايه محتوى الفيديو ده؟ محتوى الفيديو ده ان احنا هنتكلم عن فكره سريعه كده عن المحركات الكهربيه وانواعها، هنتكلم عن محرك التيار المستمر ايه هو واستخداماته وتركيبه، وهنتكلم عن توصيل الموتور بالاردوينو، والاردوينو ده هو المتحكم اللي احنا هنستخدمه في برمجه الموتورز خلال الدبلومه، وكمان ازاي احنا نبرمج او نكتب الكود بتاع الموتور ده على الاردوينو. هنبدأ بأول حاجة وهو تعريف المحرك. المحرك هو عبارة عن أداة بتقوم بتحويل الطاقة أيا كانت نوعها إيه لطاقة حركية. طب ايه انواع الطاقه دي؟ ممكن الطاقه دي تكون طاقه كهربيه او طاقه هواء او طاقه سائل، ايا كان نوع السائل ده. فلو كانت هي عباره عن اداه بتقوم بتحويل الطاقه الكهربيه لطاقه حركيه، ساعتها المحرك ده بيبقى اسمه موتور. ولو هي كانت عباره عن تحويل الطاقه الهواء لطاقه حركيه، فساعتها المحرك بيبقى اسمه نيوماتيك. ولو هي كانت عباره عن تحويل الطاقه السائل ايا كان نوعه ايه لطاقه حركيه، فساعتها بيبقى اسمه هيدروليك. طيب ايه اللي احنا نشرحه خلال الدبلومه؟ احنا نشرح المحركات الموتورز اللي هي بتبقى عباره عن اداه بتقوم بتحويل الطاقه الكهربيه لطاقه حركيه. طب هل ده معناه ان الانواع التانية من المحركات ما بتستخدمش في الروبوتس؟ لا بالعكس، هي بتستخدم خاصه في مجال الصناعه، في مجالات تانية برضو، ولكن اشهر انواع المحركات المستخدمه في مشاريع الطلبه هي الموتورز. طب الطاقة الحركية الناتجة عن الموتورز دي بتبقى عبارة عن نوعين، إما إن هي تكون حركة دورانية أو حركة خطية. طيب المحركات الكهربية اللي هي الموتورز دي بتبقى عبارة عن نوع واحد ولا هي أنواع مختلفة؟ الحقيقة هي بتكون أنواع مختلفة، وأشهر أنواعها هم 3 أنواع، ودول اللي احنا هنشرحهم بإذن الله في الدبلوم. أول حاجة هو الدي سي موتور، وتاني حاجة هي السيرفو موتور، وتالت حاجة هو الاستيبر موتور. زي ما اتفقنا إن أول نوع من أنواع الموتور ده هو الدي سي موتور، وهو يعتبر اكتر انواع الموتور استخداما. لو بصينا كده في البيت هنلاقي انه موجود في المروحه، موجود في الشنيور، موجود في العاب الاطفال. في الروبوتات مثلا هتلاقي ان هو مستخدم في تحريك العجل بتاع الروبوتات. طب ايه سبب ان هو مستخدم بالكثره دي؟ اول حاجه لان هو بسيط جدا في تشغيله، الطرفين بتوعه بيتوصلوا ببطاريه وهو بس كده بيشتغل، ولو عكست طرفين البطاريه دول بيشتغل في الاتجاه المعاكس. يعني انت لو وصلته بطرفين البطاريه دول كده هيشتغل في الاتجاه ده مثلا، ولو انت عكست الطرفين دول هتلاقيه بيشتغل في الاتجاه المعاكس ليها. طيب ايه كمان سبب في ان انا بستخدمه كتير؟ بسبب كمان ان هو رخيص في السعر، رخص سعره يعني سعره رخيص مقارنه باسعار الموتورز التانيه اللي هي الانواع التانيه. طيب كمان هو سهل جدا في البرمجه بتاعته. طيب ايه التركيب بقى الداخلي للموتور؟ هلاقي لو ده شكل الموتور اللي احنا بنشوفه، بيبقى عبارة عن جسم وطرفين والجزء اللي طالع منه ده. الجسم ده بيبقى ده هو ده الستيتور او الجزء الثابت في الموتور. التوتينرز دول بيكون متوصلين بالبطارية، بيكون موجودين في البيز بتاعة الموتور. البيز بتاعة الموتور دي بيبقى اسمها الانتكاب، والجزء اللي طالع من الموتور ده هو ده شافت من الموتور، وده الجزء المتحرك فيه. لو فكينا الموتور من جوه بيبقى شكله عامل كده. طب ايه المكونات الداخلية للموتور ده؟ بنلاقي ان هو متكون من مغناطيسين، ومتكون من الجزء المتحرك اللي هو الروتيتور، وكمان الشفت، وكمان في الجزء المتحرك ده بيبقى فيه حاجه اسمها الكوميتيتور والكويلز. الكويلز دي اللي هي الملفات، وهنلاقي فيه البراشز اللي هي الفرش، والتو تيرمينالز اهمت، ودي الاندكاب او البيز بتاعه مين الموتور. الفكره ببساطه ان التو تيرمينالز دول بيتوصلوا بيه البطاريه، فكده التيار الكهربي اللي موجود في البطاريه بيوصل للموتور عن طريق التو تيرمينالز دول. طب ازاي بيوصل التيار الكهربي للكويلز؟ هنلاقي ان التيار الكهربي بيوصل الاول للكوميتيتورز اهم من التوتر من التيرمينالز عن طريق مين البراشز، والكويلز بيوصل لها التيار الكهربي اللي كان موجود على التيرمينالز عن طريق مين الكوميتيتورز. الكوميتيتورز دي بتبقى عباره عن بليدز
تبقى منفصلة عن بعضها ومعزولة كهربيا، بيبقى موجود فيها الطرف بتاع مين؟ الكويل. والكويل نفسه هو اللي بيكون موجود فيه التيار الكهربي وبيتولد فيه المجال مين؟ المغناطيسي. المجال المغناطيسي لما بيتولد فيه التو كويلز دول بيزداد وبيركز اكتر من وجود المغناطيسين، لان المغناطيسين بيكون ما بينهم قوة تجاذب، فنتيجة لقوة التجاذب وتولد مجال مغناطيسي الكلام ده كله بيساعد، هو ده اللي بيعمل على تحريك مين؟ شفط الموتور. وكده وضحت فكرة تحويل الطاقة الكهربية لطاقة حركية في الموتور الدي سي. طيب دلوقتي احنا هنشوف فيديو كده بنوضح فيه ازاي بقى الموتور ده بيشتغل، وهنشوف كمان فيديو بنوضح فيه شكل الموتور ومتركب على العجل. تمام؟ طيب ده كده الفيديو اللي بنوضح فيه شكل الموتور وهو شغال. لو بصينا هنلاقي اهو الموتور الدي سي متوصل بالبطارية ومتحرك في اتجاه معين وهو الاتجاه الحركة ده. تمام؟ طيب طيب بس وده شكل الموتور من جوه، ده شكل الكويلز وده المغناطيس وده الفرش اهي وهكذا. تمام؟ طيب شكل بقى الموتور على العجل نفسه اهو، ده كده الموتور الدي سي متوصل بالعجلة ونتيجة لحركته بيحرك مين؟ العجلة معاه، والطرفين بتوعه اهو بيكونوا متوصلين بالبطارية. ازاي بقى اوصف الموتور؟ لو انا عايز اروح اشتري موتور دي سي، ازاي ان انا احدد الموتور اللي انا محتاجه من وسط كل الموتورز الموجودة في السوق بكثرة؟ هحدد ده عن طريق حاجتين مهمين جدا، وحاجة تالتة أنا بحتاج إن أبقى عارفها عشان خاطر أعمل حسابها. الحاجتين المهمين دول أول حاجة فيهم هي العزم، زي ما خدنا في سيشن العزوم إن إحنا بنحسب العزوم بناء على الحركة. أنا خلاص جبت الموتور، حاجة أساسية لشراء الموتور نفسه أو إن أنا أروح أشتريه أو أحدد إن أنا عايز الموتور الفلاني، إن أنا بكون حاسب العزم اللي أنا محتاجاه للموتور، فبالتالي بعرف أختار الموتور بتاعي. أهو هنلاقي في الداتا شيت بتاعت الموتور الموجود عليه بيقول لك إن التورك بتاع الموتور ده بيساوي قد إيه. الحاجة التانية المهمة هي سرعة الموتور ده، الموتور ده بيلف كام دورة في الدقيقة. النقطة دي عشان خاطر ان احنا نختار الموتور بناء على السرعة المناسبة للمشروع اللي احنا عايزينه. الحاجة التالتة بقى اللي هي مهمة ان احنا نبقى عارفينها هي ان الموتور ده بيشتغل على بعد كام، عشان نجيب البطارية المناسبة اللي تشغل الموتور ده. يعني كده بقى احنا خدنا ايه من اول الفيديو؟ عرفنا ايه هو المحرك، عرفنا انواعه، وعرفنا ايه هو الموتور الدي سي واستخداماته والتركيب الداخلي ليه، وكمان عرفنا ازاي ان احنا نحدد الموتور الدي سي المناسب لنا. لما نيجي نتكلم بقى عن التوصيل، اول حاجه هتتبادر في ذهننا ان احنا خلاص هنجيب الموتور ونجيب بطاريه ونوصل طرفي الموتور ده بالبطاريه والموتور خلاص يشتغل. بس الحقيقه الفكره دي عشان احنا ننفذها احنا محتاجين ان احنا هنجيب بطاريه ونربط عليها المواتير وخلاص الروبوت كده هيمشي، احنا كده ما اتحكمناش فيه، الروبوت ماشي وخلاص. لا طب انا عايزه بقى ان انا اتحكم في الموتور ده، فعشان اتحكم في الموتور انا هبرمجه. طب هبرمجه عن طريق ايه؟ عن طريق الاردوينو. طيب توصيلة الاردوينو برضو بالموتور، اول حاجة هتتبادر في ذهننا ان احنا خلاص ناخد الطرفين بتوع الموتور ونوصلهم على طول بالاردوينو. بس الحقيقة ده اللي ما بيحصلش ليه؟ عشان خاطر سببين مهمين جدا. اول سبب ان بوردة الاردوينو دي بتطلع تيار قليل جدا، تقريبا من 15 ملي امبير ل 30 ملي امبير، والموتور اقل حاجة بيحتاجها هي 100 ملي امبير. الحاجة التانية ان الموتور ده فيه ملفات، الملفات دي بتولد تيار مستحث عكسي، التيار المستحث العكسي ده لو جه عند بوردة الاردوينو ممكن ان هو يحرقها. وعشان كده انا بستخدم دايره بروتكشن بتعمل على ان هي تزود الكرنت اللي طالع من البوردة الاردوينو، وفي نفس الوقت ما تخليش الريفرس كرنت اللي جاي من الموتور يروح على الاردوينو. والدايره دي انا بثق عليها الموتور درايفر. الموتور درايفر ده بيخليني ان انا اقدر اتحكم في حاجتين مهمين جدا في الموتور. اول حاجه فيهم هي اتجاه الموتور، سواء ان انا عايزه يتحرك في الاتجاه ده او ان هو يتحرك في الاتجاه ده، والحاجه الثانيه هو ان انا اتحكم في سرعه الموتور. طيب الموتور درايفر ده اسمه ايه؟ اسمه L298، وده اللي احنا هنشرح دلوقتي الداتا شيت بتاعته او ازاي ان احنا بنوصله. هنلاقي الموتور درايفر ده فيه 4 اوتبوتس، 2 اوتبوت هنا و2 اوتبوت هنا. الاوتو اوتس الاولانيين بيكونوا هما دول اللي انا بدخل منهم الموتور الاولاني، طرفين الموتور الاولاني بيدخلوا في التو اوتس دول، وطرفين الموتور التاني بيدخلوا في التو اوتس دول. طيب افرض ان انا
معايا روبوت، والروبوت ده فيه 4 مواتير. المواتير دي انا هخليها تطلع لقدام وترجع ورا، تلف يمين وشمال. فهل انا كده استخدم 2 موتور درايفر؟ الحقيقة احنا ممكن نستخدم نفس الموتور درايفر، نقدر نتحكم فيه في اكتر من عدد من الدي سي، بس بشرط ان الحركات بتاعتها تكون زي بعضها. يعني انا ممكن اجي اضيف موتور هنا كده واضيف الطرفين بتوعه هنا، بس الشرط بتاعي ان انا كده كده لما ابدي التيرمينال ده هاي، الترمينال ده هياخد والترمينال ده هياخد لو، كده كده الموتورين دول هيلفوا في نفس الاتجاه. ولو اديت ده واحد لو واحد هاي، هيلف في الاتجاه العكس. يعني الشرط الوحيد يكون الموتورين المتوصلين في نفس التو او بوتس دول يكونوا بيتحركوا في نفس الاتجاه، وهكذا في الناحيه الثانيه. طيب هنلاقي بقى ان الباور بتاع الاتش بريدج بتاع الموتور درايفر ده هو عباره عن 3 اطراف. الطرف اللي في النص ده هو ده طرف الجراوند. طيب الطرفين التانيين دول ايه؟ الطرف ده طرف ال5 فولت، وده اللي انا بوصله بيه الاردوينو، تمام. والطرف التاني ده بيبقى طرف اللي هو ال12 فولت، ولازم ان انا ادخله من يعني يكون حاجه اعلى من 5، يعني من 9 ل 12 كده، بيخلي الموتور دايفر ساعتها انه يشتغل. اقل من 9 غالبا الموتور دايفر بتاعك ما بيشتغلش، تمام، 12 فولت. طيب ايه بقى البنز اللي هنا؟ البنز اللي هنا دي انا عندي البن دي والبن دي، هم دول المسؤولين عن التحكم في سرعه الموتور. لو انا عايز اتحكم في سرعه الموتور الدي سي، البنيه دي هي المسؤوله عن سرعه الموتور ده، والبنيه دي هي المسؤوله عن سرعه الموتور ده. بوصلها ببنز معينه اسمها البولس ويت سيموليشن في الاردوينو، وده احنا مش هنشرحه في الدبلومه، بس انت تقدر تسرش عنه اهو، البولس ويت سيموليشن، وده بيخليك انك تتحكم في سرعه الموتور. اما بقى ال4 بنز اللي في النص دول، هم دول الانبوت بنز، ودول اللي انا بستخدمهم في او دول اللي انا بوصلهم بيه الاردوينو، وهم دول اللي بديهم الهاي واللو، وهم دول اللي لما بديه هاي ولو بيخلي الموتور ده انه يتحرك. طيب ازاي بقى اكتب الكود او ايه، او الكود بتاع الموتور اللي انا بكتبه على الاردوينو بيبقى عباره عن ايه؟ ده كده الكود بتاع التحكم في موتور. الموتور ده انا عايزاه يتحرك مع عقارب الساعه، وعايزاه يتحرك في عكس عقارب الساعة، وعايزاه ان هو يستوب. طب عشان اعمل ده، اول حاجة انا عندي طرفين الموتور دول انا هوصلهم على البنية 8 و9. يبقى احنا بنكتب دلوقتي الكود بتاع موتور واحد، تمام. الموتور اهو ده الموتور، الموتور ده ليه طرفين اهم موجودين هيتوصلوا في الادج بريدج اهي، تمام، بالاوتبوتس بتاعتها خلاص. وهنا الانبوت هاخد الانبوت 1 و2، الانبوت 1 و2 هيروحوا يتوصلوا في ايه؟ في الاردوينو اهو، ده كده الاردوينو. هيتوصلوا في انهي اطراف في الاردوينو؟ هيتوصلوا في البنايه 8 و9، ادي اهو اول ده هيتوصل في البنايه 8، والطرف التاني اهو هيتوصل في البنايه 9، تمام. طيب في الفويد سيت اب انا الموتور ده بيعمل ايه؟ بيجيله سيجنال من الاردوينو، او الاردوينو بيطلع له سيجنال فالموتور بيشتغل. يبقى الموتور ده من الايه؟ من الاوتبوت كومبوننت. فعشان كده البين مود اهي، لما اجي احجز الموتور هحجز ان هو اوتبوت، التوتال الاطراف بتوعه مين؟ اوتبوت، تمام. طيب بعدين بقى عشان اخلي الموتور ده يتحرك مع عقارب الساعه، هخلي طرف هاي وطرف لو، وبعدين هو وقف 3 ثواني، يعني هيخليه يتحرك مع عقارب الساعه لمده 3 ثواني، وبعدين عايزاه يعكس، فالطرف اللي كان هاي هيبقى لو، والطرف اللي كان لو هيبقى هاي. والموضوع ده انا بعمله عن طريق فانكشن اسمها الديجيتال رايت، تمام. طيب وعشان اخليه يقف بدي الطرفين بتوعه له، وكده انا خليته ان هو يقف ل1 ثانية. لو جينا شرحنا كده او عدنا بسرعه، عملنا ريفيجن سريع على الكود، هنلاقي اول حاجه ان انا عندي طرفين الموتور، الطرفين دول سميتهم N1 وN2، حجزتهم على البنايه 8 و9 في الاردوينو. في الفويد سيت اب بفانكشن بين مود حجزت البنتين دول ان هم اوت بينز، وبعدين في البويت لوب قلت له انا عايز اشغل الموتور ده مع عقارب الساعه لمده 3 ثواني، ففانكشن ديجيتال لايت ديجيتال رايت طلع لي هاي على الانبوت 1 ولو على الانبوت 2، وعشان اعكس طلع لي اللو على الانبوت 1 والهاي على الانبوت 2 لمده 3 ثواني برضه. وعشان انا عايز اوقف الموتور هخليه يقف، يبقى الطرف الانبوت 1 يبقى له، والطرف الثاني الانبوت 2 يبقى له لمده ثانيه. وكده احنا هنكون وصلنا لاخر الفيديو، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، وان شاء الله باذن الله نتقابل في السيشن الجايه في شرح السيرفو موتور.